بيتك يا سوا ضربتيه؟ طب افرضي جرى له حاجه، تعاملي اعصابي يا خالته، مرمطني معاه. تقومي تضربيه؟ تودي نفسك في داهيه؟ هو اللي وصلني لكده. انت اللي وصلتي نفسك لكده. لا، هو السبب في كل حاجه حصلت. قبل كده سابني زي الكلمه وبعد عني، ولما اتخطبت رجع لي وقال لي انا اسف يا سهى، انا ندمان ان انا سبتك، وخلاني سبت خالد اللي كان بيحبني عشانه. دلوقتي عرفتي ان خالد كان بيحبك؟ انا عارف ان انا ظلمت خالد، ظلمتكم كلكم معايا، واكتر حد ظلمته بابا، بس غصب عني والله. طب اهدي ما تعيطيش. انا حاسه ان كل حاجه اتدمرت خلاص يا خالتو، مش عارفه اعمل ايه. طب انتي ما حاولتيش تكلميه من ساعتها؟ ما بيردش عليا، انا خايفه. ما تخافيش، موضوع ضربك ليه ده برضه مش شويه، اكيد هيعمل مشاكل كتير قوي، بس ان شاء الله ربنا هيحلها من عنده.